هناخد موضوعين في كل حصه عشان نخلص في الحصه، واربع وخميس هناخدهم عملي يا جماعه. لازم جاهز يا اسطى ليه بقى؟ عشان اخلص لكم، وعشان الاسبوع اللي جاي اقدرهم اللي ناقصه حاجه، اللي ناقصه حاجه اعرضه بقى، اللي عايز اشرح له حاجه، اللي عايز يحل اسئله، اللي عايزين يعملوا حاجه على المعاش. ممكن ما هو الاسبوع اللي جاي بقى نقعد مع بعضنا في الكتب زي ما عايزين او في الاسئله يعني. بس الاسبوع ده خلص النظر. طيب الحاجه الثانيه، الخبر المبهج الثاني، ان جزء السبيشال كيموثيرابي مشروط في حاجات كتير، مش انا اللي بشرح والله، مش انا القسم نفسه ما بيشرحش، القسم ما بيشرحش ده. فانت هتلاقي الموضوع سهل قوي. هناخد النهارده ان شاء الله تي بي، ومش كل التي بي طبعا، هناخد بس الحاجات اللي المنتهى اللي احنا مهتمين بيها في القسم والمسالك بيها، وهناخد الانتي فايرال، وبرضه هناخد من الانتي فايرال الحاجات المهمه اللي احنا هنسال ماشي الحال، لان احنا عارفين ان الشابتر ده في اخر السنه والطلبه جابوا جاهز خلاص، فاحنا رحمه ليهم في يعني نيجي على التي في. اول صفحه تلاقي سهل مبدئيا وش كده، دي مقدمه، هقول لك المقدمه يعني، انما مش هتسال فيها طبعا، هي وش لك على كده. الراجل بيقول لك ان التي في ده ما اعرفش مرض عالمي، ودي اصلا على 9 مليون في العالم، 2 مليون تموت، ويقول الكلام ده عاطيه عشوائي يعني على الدرجه. طب مالي كلها، يلا شباب يلا يا حمد. طيب بدا الراجل يقول لك جنرال برنسبل، قواعد عامه، قواعد عامه في علاج الدول اللي مجموعه قالوا لك كانوا شطار، بقيت اقول كل معلومه هم يقولوا لي قدها 10 مرات في المايك، كانوا قايلين يعني. طيب القواعد العامه بتقول ايه في علاج الاي بي؟ عندنا قواعد اسمها الجولدن والقواعد الذهبيه. يلا يا شباب، القواعد الذهبيه بتقول ايه؟ نيفر تريت، نيفر تريت بيشنت ويز تي بي، ما تعالجش ابدا تي بي بسنجل دراج ابدا، لازم اعمل كومباينيشن. ليه بقى لازم اعمل كومباينيشن؟ مايكرو بقى، القصه دي النهارده كلها مايكرو، هي التي بي والفيروس كله مايكرو. طيب التي بي بكتيريا هايلي ريزيستنت، وعلى فكره التي بي غالبيتها بتبقى نايمه ومستخبيه منك جوه خلايا جسمك، جوه الماكروفاج، فهي دورمنت، فعشان تموت مش دواء واحد يموتها، على الاقل اربع ادويه، اربعه نيفر تريت باي سنجل دراج. عارفين القاعده دي عكس مين؟ مين المرض اللي يقول لك نيفر تريت باي تو دراجز؟ كان الابيليبسي. الابيليبسي لازم تدي دواء واحد. النهارده في التي بي يقول لك ممنوع تدي دواء واحد، لازم تدي كومباينيشن، لان البكتيريا هاي ريزيستنس. الحاجه الثانيه نيفر اوعى تضيف سنجل دراج لفيلنج ريجيمين، نفسر نفسر زي اللي بيقولوا اعمال. حضرتك كتبت ثلاث ادويه للعيان اللي عنده تي بي مثلا، او اربع ادويه مثلا، والعيان ما جابش نتيجه، يبقى الاربع ادويه دول بيسموهم فيلنج ريجيمين، يعني خلاص فيل. يقوم في دكتور بقى تاني معاه ليسانس اداب، يقوم يزود على الثلاث ادويه اللي فشلوا دول دواء رابع، اعتقادا منه انه لما زود دواء رابع على الثلاثه اللي فشلوا هيجيبوا نتيجه. لا يا رب، طالما في ريجيم فشل يتشال كده يضربها في الشارع وابتدي ريجيم جديد، ممنوع اضيف دواء على ريجيم فاشل يعني، فاهم؟ ماشي الحال؟ يعني انا بدي ثلاث اربع ادويه فشل ما اجيش اضيف عليهم واحد، لا، الاربع ادويه اللي فشلوا يضربوا في الشارع واشوف اربع غيرهم. طب القاعده الثالثه، مده العلاج لا تقل عن 12 شهر وتوصل احيانا ل 24 شهر، عارف ليه؟ لان البكتيريا ميتابوليكالي انكتف، فانت لازم تفضل وراها. عارف احنا بنموت البكتيريا، بنموت التي بي بنظريه الملل، واحد فينا يزهق من الثاني، يعني البكتيريا قاعده في جسمي انا هفضل اديها دواء لحد ما انا يحصل لي سايد افكت او البكتيريا تموت، يعني الموضوع موضوع عايز وقت، موضوع طايق طايق ديبندر. في انجلترا بيقولوا مده العلاج 12 شهر في انجلترا، احنا هنا في مصر بنقول مده لك 18 شهر، الدول الافريقيه 24 شهر على حسب الدوله يعني، انما هي بتتراوح من 12 ل 24. طب في الفتره دي العيان لازم يحصل له اعراض جانبيه ولا لا؟ يبقى لازم تتابعه ولا لا؟ يعني ما تدلوش دواء مروح بقى اشوفك بعد سنتين ان شاء الله وعليك، لا، لازم تتابعه كل شهر لانه مؤكد هيحصل له ادفيرس افكت. دي اسمها قواعد عامه، يعني دردشه كده يعني، يعني كلام ممكن حد يكلمك في الشاب ولا انت ما مش ريت انا مش ريت ومش هتقل مش هتقل.
التي بي بقى ندخل بقى بطول الجد يلا يا جماعه ادويه التي بي بقى بعد التقسيمه اللي ملهاش اي 30 لازمه دي تنقسم الى فيرست لاين وسكند لاين اما اوصل للسكند لاين لما اوصل لها يبقى افتكر يعني لحد ما اوصل يبقى اكتب دوكس لحد ما اوصل انا مهتم بالفيرست لاين انت هنسال فيه هو فيرست لاين الفيرست لاين خمس ادويه اسمهم ريسبي مش هو دايما يعمل اسبيراتري مش التي بي دايما يجي في اللنج فالخمس ادويه اسمهم ريسبي والاسبيراتري اول ار ريفامبين او ريفامبيزين ثاني اي ايثامبيوتور الثاني ستريبتومايسين الرابع بايريزيناميد الخامس اي ان اتش اكيد مدرستي معاك مع حضرتك هدول الخمس ادويه اسمهم فيرست لاين عارف ليه بقول كده يجي لك ام سي كيو يقول لك وان اوف ذا فولوينج انتي تيوبركلوس از نوت امونج ذا فيرست لاين يغلطك يحط لك واحد وهو يقول لك ده مش من ضمن الفيرست لاين يبقى انا لازم اعرف مين هم الفيرست لاين عشان ما يلخبطنيش ايه المدرس دي اتفقنا طيب ابتدي الاول وشوفوا شوفوا بقى انا هشرح اي ان اتش بالتفصيل ومهم وهنشرح اللي هم الصفحتين اللي جايين يعني وش وضهر دول هنشرحوا يعني بالتفصيل ما بعد ذلك احنا هنقول كلمه ورد غطاء او مش اول دواء مهم عندنا اسمه اي ان اتش او ريتنا اسمه ايزونايزر الايزونايزر اسمه الكيميائي اي ان اتش ده الاسم الثاني بتاعه على فكره اي ان اتش اختصار للاسم الكيميائي اللي انت مش مطالب بيه هو الاسم الكيميائي اسمه ايزونيكوتينيك اسيد هيدرازايد اختصاره اي ان اتش انت تعرف ان الامتحان بيجي لك اخر السنه يا يحط لك ايزونايزايد يا يحط لك كلمه اي ان اتش الاثنين دول بمعنى واحد طب الدواء ده الميكانيزم بتاعه ايه؟ بيقول لك بيدخل ورا التي في بس اللاين يدخل جوه البكتيريا الدواء ملوش اي 30 لازمه على فكره الدواء نفسه ما بيموتش حاجه ولا يموت اي ولا تبان انما يدخل جوه البس اللاين جوه البكتيريا يتحول لميتابولايت سام توكسيك الدواء اللي بيتحول لحاجه ده اسمه ايه؟ خلاص الدواء ده برودراج لان هو جوه نفسه مش شغال ده لازم يدخل جوه الميكوبكتيريا يتحول لماده اكتف برودكت تقوم ضربه حاجه بيسموها مايكوليك اسيد المايكوليك اسيد ده حاجه مهمه قوي في السيلول بتاع الجي بي لو اتضرب المايكوليك اسيد البكتيريا ما تعرفش تكون سيل وول طب والبكتيريا اللي ما تعرفش تكون سيل وول يبقى الدواء سايدل ولا استاتيك؟ يبقى الدواء ده سايدل قاتل بيموت اي تي بي بس الله ويدخل وراها مطرح مطروح يعني مثلا واحد عنده تي بي والتي بي وصل لمخه وعمل كافيتيشن وعمل كازياس ماتيريال ودخل جوه ما اعرفش الدواء ورا البكتيريا مطرح مطروح يدخل جواه الجميل في الدواء بقى ان الدواء بيتحول لماده سامه فين؟ جوه البكتيريا مش جواها هي جواها هي بتتحول لبرودكت جواها هي ولذلك الدواء ده ما بيموتش غير تي بي ليه بقى ما بيموتش غير تي بي؟ لانه اولا ما بيتحولش الماده سامه غير جوه البكتيريا اثنين بيضرب حاجه اسمها مايكوليك اسيد والمايكوليك اسيد مش موجود غير فين؟ غير في التي بي بس الله فالدواء ده اتحكم عليه انتي تيوبركلوس بس ملوش اي استخدام تاني ماشي الحال؟ الدواء ده بقى ما تنساش قدامي ان هو الاستراكشر بتاعه اللي حاطه لك اهو ده شكل حاجه اسمها بايريدوكسين بايريدوكسين اللي هو بيتعمل ايه؟ بنسيت عارف انا بقول لك المعلومه دي ليه؟ بيبقى دواء شبه حاجه بتسمك ايه اللي بيحصل؟ دواء شبه فيتامين بي 6 عارف اللي يحصل؟ هيحصل كومبيتيشن وجسمك مش هيعرف يستفيد من فيتامين بي 6 ويحصل لك اعراض جانبيه هيحصل لك اعراض جانبيه عشان القصه دي عشان الدواء شبه الفيروس طيب الفرمان الفيروس ما تلزمناش في حاجه ما تلزمناش انا يلزمني ميكانيزم وادفيرس بس على السريع كده على السريع يعني هو الدواء ده انت متوقع ان انا اقول لك نوت ابزوربت يعني انت متوقع ايه؟ هو الدواء ده عليك ايه؟ بعالج يا حضرتك باشمهندس ده بعالج ايه؟ طب هو يعالج تي بي اللي اذا كان يقدر يخترق كل الانسجه اللي في الدنيا عشان يوصل وراها فالدواء ده نسبه الابزوربشن بتاعه ايه؟ كومبليت اثنين يعدي البلاد برين بارير ولا لا؟ يا باشا ده هو هيعالج تي بي من جايتس اصلا ده لازم يعدي البلاد برين عارف المشكله فين بقى؟ المشكله مش في الشابتر ده المشكله في شابتر الجنرال لما قال لك ان الايزونازات بيحصل له ميتابوليزم في الطريق في ناس كان اسمها سلو اسيتيليتو وناس اسمها رابد افتكر بقى اول شابتر خالص اول السنه
لما قالوا ان الناس ينقسموا في الكره الارضيه لنوعين، نوع بيسموه سلو اسيتايليتور ونوع اسمه رابيد اسيتايليتور. السلو اسيتايليتور معناه ان الليفر ما بيعملش ميتابوليزم بطيء يعني، والرابيد معناه ان الليفر سريع. العيانين هيشوفوا بقى، لو انت خليت ايزودايزايد للكره الارضيه، في واحد هيحصل له هيباتوتوكسيستي وزميله يحصل له نيوروتوكسيستي. مين اللي يحصل له هيباتوتوكسيستي الاول؟ الكلام ده كلام جنرال، هو معاد تاني بعد شويه، بس هو الرابيد اسيتايليتور معناه ان الليفر هيتكسر بسرعه، صح؟ ولما الدواء يتكسر بسرعه يتحول لميتابولايت، والميتابولايت الليفر ما يلحقش يشيلها. تخيل لما واحد يكون بيحفر بسرعه، نواتج الحفر الهدمي اللي تتكون، فهو الليفر بيكسر الدواء بسرعه، فلما يكسر بسرعه يتراكم مين؟ الميتابولايت بتاعت الدواء اللي هي توكسيك، فالعيان يحصل له هيباتوها توكسيس. انما زميله بقى، زميله بتاع افريقيا اللي هو السلو اسيتايليتور هياخد الدواء، الليفر بقى المره دي مش رابد، ده الليفر ايه؟ طب لما يبقى سلو اللي يحصل؟ يوم الليفر يقول لك يا عم بكره بقى تعمل ميتابوليزم، ايه انت خدت قرص تاني؟ بكره انت تعبان النهارده. يوم الدواء يتراكم، ولما يتراكم من غير ميتابوليزم هو شبه مين؟ شبه فيتامين بي 6، هيعمل كومبيتيشن معاه، ولما يعمل كومبيتيشن معاه تصاب بنيوروتوكسيستي. يبقى في نوعين من الناس على حسب بقى هو رابد ولا سلو. البني ادمين كده عارفين مين هم الرابد اسيتايليتور؟ وده مش عليك، بتوع كندا وامريكا واليابان اللي هم رابد في حياتهم اصلا، اللي هم طبيعه حياتهم هم رابد اساسا، هم دول الرابد اسيتايليتور. عارفين مين اللي سلو اسيتايليتور؟ مصر، مصر وافريقيا وتنزانيا والكونغو وعش الغراب، وما تفهمش مين ده لازم يعيش عش الغراب فين، ما تفهمش. المهم يعني عايز الشعوب البطيئه هم سلو اسيتايليتور، الليفر بتاعهم بطيء اصلا، والشعوب الثانيه دول رابد. يعني النهارده لو انا بفتح لك شافه مثلا، ولد بتاع كندا لو خد ده اسمه ايزولايزاي يحصل له ايه؟ انا بفتح لك الماجستير على فكره، مش لكم بتاع الماجستير، بس انا بسال بتاع كندا لما ياخد ايزولايزاي هو لازم عارف ان بتاع كندا ده، بقول اي حد نضيف عموما يبقى رابد اسيتايليتور، يعني مش شرط كندا، اي بني ادم نضيف لابس حلم ده رابد اسيتايليتور. كندا، امريكا، اليابان، شمال اوروبا، السويد والدنمارك والدول اللي الدول اللي دول كل رابد اسيتايليتور. ده لو خد ايزونايزايد ورابد الليفر هيكسر بسرعه، هيحصل له هيباتوتوكسيستي. احنا بقى المصريين سلو اسيتايليتور لو خدنا الدواء يحصل لنا نيوروتوكسيستي، يبقى ما يحتاجش حاجه، كل واحد ايه عنده خيبه يعني. طيب الادفيرس افكتس قالت يميني، انا يميني ميكانيزم وادفيرس افكت، ده اللي اتعلم عليه، ده اللي اتذاكر. كلمه اي ان اتش انا بحششها لك اهي، مش بعد كده مش ده اسمه اي ان اتش؟ اهو اي ان اتش. الاي دي مايكروزومال انزايم انهبيشن. هتقول لي طب ما هي ممكن تبقى اندكشن. اه بس الدواء اسمه اي ان اتش انهبيتور، هو الدواء انهبيتور اصلا. اي ان اتش انهبيتور. يبقى اي دي مايكروزومال انزايم انهبيشن، انهبيشن اندكشن. اصل اللي جاي بعده انديوسر، هما دوائين مهمين، واحد انهبيتور والثاني انديوسر، ده انهبيتور. افتكرها اي ان اتش، اول ثلاث حروف من كلمه انهبيتور. الاتش ده اهي، الان اسف، نيوروتوكسيستي. حصلت ليه نيوروتوكسيستي؟ تحصل في مين الاول؟ في السلو اسيتايليتور، الدواء هيتراكم ويعمل كومبيتيشن مع فيتامين بي 6 على انزيم مكتوب عندك، مش عايز اسم الانزيم والله، والله ما حد سالك فيه ولا حد عايزه منك. تقول لي انه بيعمل كومبيتيشن مع فيتامين بي 6 وخلاص، حط نقطه، مش عايزين اسم الانزيم، وانا عايز المربع الغامق اللي على اليمين ده، لا المربع ولا اسم الانزيم. طب يا باشا تعرف تعليقها دي ولا لا؟ النيوروتوكسيس تعرف تعليقها؟ هو الدواء لما تراكم وتخلي مع فيتامين بي 6 يجرى ايه لو نسيت فيتامين بي 6؟ هتجيب لك بقى بمناسبه مي لما سالت في اول الحصه، هجيب لك بقى روشته يا بيه احنا عاملينها، دي تجيلك في الامتحان وتاكد انها ممكن تجيلك، ما دي اللي احنا مخبيينها. ما في روشته طلعت في السكاشن مش مخبيين، اللي مخبيها مثلا واحده مستخبيه من ضمن الناس، مكتوب لك اي ان اتش قرص صباحا، اثنين فيتامين بي 6 قرص بعد الغداء. اول سؤال، فور وات انديكيشن ذيس بريسكربشن واز ريتن؟ هو الاي ان اتش مستخدم لحاجه في الدنيا غير في التي بي؟ على فكره انا ما بقولش الاستخدامات لانها ما تهمنيش ولا اسال فيها، هو تي بي وخلاص، هو بتاع تي بي، يبقى دي تي بي على طول. هي الروشته دي ممكن تبقى حاجه ثانيه؟ في طالب يقول لك ايه؟ الروشته ديت لدفع الامراض العيون. اقول له يا حبيب اخوك عمر ايه؟ يقول لي كاتب فيتامين بي 6. يعني انت سايب جيت على فيتامين بي 6 وسبت اي ان اتش هو الاساسي؟
ده بتاعت اي بي اهو. يبقى دي بي بي. انا اول سؤال. طب ثاني سؤال، از ذس كومباينيشن فيفورابل؟ فيفورابل كويس كويس ولا وحش؟ ليه؟ عشان هكله لغايه لانه اي ان اتش بيعمل كومبينيشن مع فيتامين بي 6 وبيعمل نيورو توكسيستي اعراضها بقى، واقدر اعالجها بفيتامين بي 6. طب واذا غير الروشته وطلع نادي وستاندي وقال لك فيتامين بي 12؟ Is this combination favorable? No relation. هو لما الدواء بيعمل كومبيتيشن بيعمل كومبيتيشن مع مين؟ 6 مش 12 مش 24 مش 48 مش 48 هو 6 بس. يبقى هو بيعمل كومبيتيشن مع 6، فهو لازم انا ديفايدر ب 6 عشان ما يحصلش نيورو توكسيست. اتفقنا؟ اوعى حد يلعب بيك الكوره. ايه؟ هنا كده؟ نون فيفرابل طبعا. هو ده عايز الكلام؟ فيتامين بي 12 دخله ايه بالاي ان اتش؟ هو الاي ان اتش لما بيعمل لك نيورو توكسيست علاجها ايه؟ علاجها فيتامين بي 12؟ علاجها فيتامين بي 6. ماشي الحال؟ ماشي ماشي. طيب انا مثلا الاتش بقى يا بطل، الاتش دي هيباتو توكسيست. هيباتو، الهيباتو تحصل في مين؟ مين مين مين؟ هتحصل في الاسبوع ده الرابت. الرابت اسيتيليتو، وخصوصا اذا كان سيلف هولد ايج 35 سنه. طب دي لها علاج؟ الهباتو ليها علاج؟ استنى يا باشا سؤال، استنى سؤال كده ركز بالراحه. كتبت اي ان اتش العيان وقلت له تعالى لي بعد شهر اتابعك. العيان جالك بعد شهر، قلت له دكتور ايدي حاسه بترعش. اقول له عرفت منين؟ يقول لي لما بشرب بمسك كوبايه الشاي بتبقى مش عارف بتقع علي وعينيا بتزرق. حلو. وايه تاني؟ يقول لي ولما بمشي بحس ان الدنيا بتقف بيا. الاعراض دي اعراض ايه؟ نيو. يبقى ده رابد ولا سلو؟ سلو. ده علاجه في دم بي 6 بس خلاص. طب يجي لك واحد تاني يقول لك عينيا مصفره وجنبي بيوجعني وعندي اسهال، اعراضي اعراض ايه؟ ليفر. يبقى ده كان لا رابد ولا سلو؟ كان رابد. كان رابد اسيتيليت. علاجها ايه بقى؟ لما حد يقول لك في الشفوي الرابد اسيتيليت اللي حصل له هيباتو توكسيست علاجه ايه؟ علاجه تقلل جرعه الدواء بس. تقلل جرعه الدواء، ما عندناش حاجه تقلها. تقلل جرعه الدواء. الاتش بقى بص يا باشا، يلا يا شباب انت كل مره ايوه تصعد ل 10 بالظبط. انا رحت عليك ساعه تصعد ل 10 والله تلاقي الباب بيخبط تصعد ل 10 وتضيع 3 دقايق من الكراسي يا باشا. مش احنا لو جيت دي لو تصعد ل 10 بالظبط. طيب اخر السنه بيطلب منك ثلاثة سايكل اهو على السبورت. اي ان اتش هم ثلاثة اللي هيطلبوا منك. عايز تزود في الكلام بقى قول هيموليتيك انيميا في الاطفال اللي عندهم جي 6 اي دي، هايبر سنسيتيف ريأكشن، اي كلام بقى في الانشات برضه كلها تبع الانشات. طيب كده تمام؟ السؤالين اللي بيجوا في الاي ان اتش اللي بقى لهم 30 سنه بيجوا. ليه الاي ان اتش بنديه مع فيتامين بي 6 وعرفنا ليه؟ السؤال الثاني ميكانيزم وادفيرس افكت، واديك على اربع درجات. هيديك على الميكانيزم درجتين والادفيرس افكت درجتين. ما بيجيش غير كده اللي معنى ده اسمه ريف ادمين او ريف ادمين. ريف ادمين ده الدواء الثاني، ثاني اهم دواء. ساعات يقولوا ريف ادمين وساعات يدلعوه ريف ادمين. اللي يعجبك. الدواء ده يا باشا بيضرب جوه البكتيريا الكي دي، بيضرب انزيم اسمه دي ان ايه، ده الاسم الثلاثي بتاعه. دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز. مش عايز تقول الاسم الثلاثي، قول ار ان ايه بوليميريز وخلاص. ولما يضرب ار ان ايه يبقى سايدر ولا سايدر؟ ما هو طالما نيوكليك اسيد او سيل وول تبقى سايدر. فالدواء ده بيضرب الدي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز وهو سايدر. بيموت الدي بي بس ضايع في اي حته في جسمك. وزيه زي الاي ان اتش بيدخل ورا الدي بي بس ضايع في اي حته. يدخل ورا البرين، الكدني، الابدومين، فدواء رئيسي. بالمناسبه بقى الانزيم ده مش موجود بس في التي بي، ده موجود في التي بي الانزيم المضر ده، وموجود في البكتيريا العاديه، وموجود في البوكس فايروس. يعني يبقى الدواء بيجيب ايه وايه يا شباب؟ ما هو بيضرب دول كلهم، يضرب التي بي بس التي بي والليبروزي كمان. في بكتيريا في مرض اسمه الجوزان بيحصل ببكتيريا لها علاقه شبه التي بي كده. فبيضرب الاثنين، ده بيضرب الاثنين والبكتيريا العاديه والبوكس فايروس. ومع ذلك بيضرب الثلاثه دول. ومع ذلك منظمه الصحه العالميه بتقول لي سنه بتبوس ايدين الدكاتره، يا دكاتره والنبي ما تستخدموا الدواء ده غير للتي بي بس. احنا عارفين انه بيجيله البكتيريا العاديه وخلاص، لانه يتصنف مضاد حيوي.
لانه بيضرب الايه ار ان اي بوليميريز اللي موجود في اكتر من حاجه. انما ليه بتقول ما تستخدموش غير في التي بي بس؟ علشان اه ما يبصش على الناس. عارف بقى انا من الناس اللي كنت بستخدم وافتكر كل حاجه. ليه بقى؟ الدواء ده ما بيستخدمش غير في التي بي بس. فالبكتيريا العاديه ما تعرفوش. ما تعرفوش خالص ولا اي بكتيريا تعرفها لانه ما بيستخدمش كده. كنت انا بقى بستبدل اي عيان يجي لنا عايز اخلص الليله قرص ريباكتان صباحا. كنت بدل الجرام. الدواء ده يا باشا البكتيريا العاديه ما تعرفوش. يوم كانس جرام نيجاتيف وباظ تلاقي قرصين والعيال اتعالج من اي حاجه عندي. بس هو اللي انا بعمله ده ايه؟ هو مش غلط ولا داله. هو مش غلط علميا انما نداله ليه؟ لان انا كده ببوظ الدواء على مين؟ على التي بي اللي هم يكفي انا بقول يكفي وبتاع مال انا بعدي العين بتاع خلاص انما ده غلط. منظمه الصحه العالميه بتقول يا جماعه اللي انتم بتعملوه ده اسمه استبدال. استبدال الادب لان هو المفروض يتاخد بس مرضى التي بي وخلاص. طب يا باشا ماشي؟ ماشي الحال؟ طيب من حيث الميكانيزم الدواء ده ضرب ار ان اي ودي ان اي بوليميريز. طب ومن حيث التجميعات اما يقول لك اخر السنه كل الدوائين بتضرب البكتيريا عن طريق الدي ان اي والار ان اي ممكن يعملها فيه. قول لي دوايين بيضربوا البكتيريا بنظريه الدي ان اي. فاكر عيله اسمها فلوروكينولون اللي ضربت انزيم اسمه دي ان اي كايريز والمرات دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز يبقى دول بتوع دول بتوع الدي ان اي. ولسه واحد ثالث بعدين هيجي القصه اللي جايه. ماشي الحال يا شباب؟ طيب الدواء ده بيستخدم في حاجات كتير قوي بس انا بوصيك وبقول لك ان مش هنستخدمه غير في التي بي. طب هو بقى استنى هو ده هو ينفع اخر السنه اجي اقول لك استخدامات غير في التي بي؟ طب والطالب اللي يكتب لي مثلا في المود الانسر الدواء ده يا دكتور بيعالج حاجات كتير قوي اهو طالب بيعالج الدواء ده بيعالج بكتيريا وتي بي وليبروزي هاويفر ان انا ما بستخدموش غير في التي بي مخصوصا. ما هو انا عديت لك حاجات كتير لكن في النهايه بقول لك ما بستخدمش غير التي بي وخلاص. فالسؤال ده يوزز ده ما يجيش انما يجي ميكانيزمه ايه؟ وادفيرس افكت. طب الادفيرس افكت بتاعته اول ادفيرس افكت هيعملوها يا باشمهندس انا عديت فرمانكم كريتك عشان اقولها بعد شويه هقولها في الادفيرس افكت. الدواء ده اهو بيعمل لنا اول حاجه هيباتوتوكسيستي. عارف ايه هيباتوتوكسيستي؟ ما قالهاش هنا لكن قالها في الفرمانكم كريتك. الدواء ده بيحصل له حاجه اسمها انديرو هيباتيك سايكل. يعني ايه يا شباب انديرو هيباتيك سايكل؟ والنبي والنبي لهوني كده عشان احس ان انا يعني الدواء بينزل على طريق الليبر صح؟ وبعدين كل ما ينزل في الانتستين يرجع تاني يوم الليبر يقول له انا مش لسه طب امسك يقول له طب والله رايح نفضل بقى كده اما يفضل دواء يلف كده اما تقرا من هنا لاخر العمر لاخر العمر ان في دواء بيحصل له انتينو هيماتيك سايكلينج احلف على المصحف ان الدواء ده هيماتيك توكسيك. ليه؟ لان ما هو الليفر كل ما بيبيض بيرجع له تاني الليفر كده هيشيل الليله في الاخر الليفر هيتضغط. يبقى اول سايد افكت هيعمله ريت افليسين هيباتو توكسيستي لانه بيحصل له انتينو هيباتيك سايكل. ايوه فضل. طب ما ممكن اقتل بكتيريا اللي بتفك الكونجيميشن. طب وليه تعمل كده؟ ازاي يعني فاهم؟ بس زي كنترستك بيلز لما كانت في كلوبرونيك اسيد وبكتيريا مكسره. انت بتتكلم في قصه ثانيه هقولها لك انا بعد شويه بس اصبر عليا. انت بتتكلم في موضوع ثاني خالص وهتكتشف بعد شويه في موضوع ثاني غير موضوع الهيباتيك ده. يبقى عرفنا الهيباتوكسيستي دي نتيجه الايه؟ الانديرو هيباتيك سايكل. اكتب كده هيباتوكسيستي نتيجه الانديرو هيباتيك سايكل او سيركيوليشن. اثنين مايكروزوما الانزيم المره دي اندكشن مش انهبيت. مين اللي كان انهبيتور؟ طيب بعد شويه نعرف نقول ثلاث فروقات ما بين الدوين بعد شويه. في فروقات بتظهر بعد كل شويه ميكانيزم الفروقات صح؟ الميكانيزم الاي ال اتش كان شغال على حاجه اسمها هيدروليك اسيد وسيل وول. ده شغال على ايه؟ على دي ان اي وار ان اي. تاني حاجه الاي ان اتش كان انهبيتور ده انديوزر. الاي ان اتش ما كانش بيعالج غير الدي بي بس ده بيعالج ايده حاجات ثانيه. هاويفر انا ما بستخدموش غير الدي بي بس حاجات ثانيه. طيب يا باشا التالت حاجه هيباتوكسيستي اندكشن. تالت حاجه فلو لايك سيمبتوم. فلو لايك يعني انفلونزا. انفلونزا انفلونزا يعني العيان اللي بياخد ريفامبيسين انترميتد بشكل متقطع ساعات مداخله تنشح ساعات جسمه يوجعه اعراض شبيهه للانفلونزا سموها فلو يعني انفلونزا لايك سيمبل. ساعات جسمه يوجعه ساعات يسخن يقول لك انا باين لي واخد دور برد. هو مش دور برد هو الدواء اللي عامل كده. اخر حاجه واهمهم بالنسبه لي انا ريد تيرز ديوريك. الدواء ده بيتحول لميتابولايت حمراء لون احمر بتنزل في البول تعمل لك بول احمر جامد مش ريدش لا ريدي اورين. فالعيان بيدخل الحمام مع اول كورس بقى ياخد كورس الصبح على بالليل يدخل الحمام
يلاقي الفلبة زي الصدغة الحمراء يفكر اللي جاله ايه بقى؟ هيماتوريا. لو انت ما حذرتوش او مش حاسس يعني لو انت ما قلتلوش بيحجر هيتخبط، لانه مش بس كده وريد تيرز كمان لما يدخل الحمام يلاقي التواليت كله احمر. صح؟ صح. ايوه ايوه كله يا باشا كل السكريش لون احمر بجد بالخوف يعني. فلازم يتقال له هذا الرويس لو انت ما قلتلوش هيجري في الشوارع. صح؟ ولما يجري في الشوارع مش هيجيلك انتباه. هو انت ضمنته اصلا؟ ايه اتصاد بقى اتصاد ده هلا اتصاد ده هلا. فاقول يخرب بيتك يخرب بيتك مين كتب لك الدواء ده؟ يقول لي الدكتور سيفيلوزي يعني زميل اللي هو عندي مثلا ولا هو قال في بعض. يخرب بيتك الدكتور الفلاني فاتح قدامي السته الكبيره قدام الكنيسه اخرب الدواء ده بيعمل اوعى تقول لي ان انطباعك بقى حمرا كمان. اوعى تقول لي ده كده راح. طب اوعى تقول لي كمان ان عرقك بقى له ضحك. اوعى تقول للنبي اللي احسن ما تصدمنيش. طبعا الموضوع ده هارم بس مش هيقيم اصلا. بس لو انت قلتش العيان شوف اللي حصل لك بقى هو راح الدكتور تاني. اما الدكتور ده خدمك ولا لا؟ خدمك خدمه عمرك كده عيلتك باظت. لان الراجل ده هيروح البلد كلها يقول لهم اوعوا تروحوا لفلان ده كان هيضيع الكلى. الله يكرمه فلان اللي انا رحت له ليه؟ قال لي انت جيت في الوقت المناسب. لو كنت استنيت من الليل كان الجول انا بخضر. انا بقى شغلتي بقى وبعدين جيت بالجروهات ماشي حالك انا عارف. انما تخيل تخيل انك تقول العيان تخيل انك تقول العيان ان انت بقى لو انت بقى معلم تقول له هدي لك دواء الدواء ده بتاع تي بي كويس؟ علامات ان انت بتتعالج العلامه اذا لقيت البول احمر اذا لقيته احمر يبقى انت اتعالجت اذا البول ما احمرش عندك يبقى حظك وحش. العيال هيدخل مستنيه هيدخل مستني كل خلاص على ايه واول ما يلاقي الايه؟ الفول بقى ريتم الله اكبر. صح؟ الواد ده متعلم انجلترا مش هيروح بقى يشتكي من الناس ده يقول لك شوف ادي فايده العلاج يقول لك ادي فايده الناس المتعلمه هو عارف ان البول هيجي له احمر فقال لي فانا كده اتعلمت. او واحده انت ما قلتلهاش كانت لابسه كونتاكت لينس كونتاكت لينس عدسه زرقاء وضحك على كل الشعب المصري انها ابوها دول او امها دول هي بس بقى 40 سنه مش اصلا بس حاطه عدسات زرقاء وانت ما قلتلهاش ان الدواء بيعمل ريد تيرز. الريد تيرز على فكره دي بتكتسبه صبغه يعني بتحبها فتقوم صبغه الايه؟ العدسه هي مش هتشوفها اصلا هي هتروح الشغل الصبح تلاقي الناس بتضحك يبصوا لها هو قلب ولاده والعين التركي قلب ولاده والعين حمرا حمرا دي لو في امريكا يا باشا لو في امريكا الحركه دي ان واحده لابسه كل تحت لينس وخدها الدوله بعمل ريد تيرز وانت ما قلتلهاش والناس ضحكت عليها في الشغل قضيه وتعويض وعده اتفقت قد ايه حصايد افكت ملوش اي 30 لازمه ويقفل لك عياده والله بتاخد عياده تدفع 100000 دولار عادي لنا زميل طالع امريكا فهو لسه بيتعلم في الاول يعني قالوا له تفضل ست شهور تقعد اتفرج بس فهو مره من المرات دكتور النساء مفاجاه النساء فالدكتور بتاع النساء كشف على ست كده وبعدين قال يجيب حاجه فهو حب يشوف حاجه على سيره على يعني يتعلم يعني فحط ايده على هي الست كده بيشوف حاجه الست قالت له حضرتك لايسنس قال له لايسنس انت معاك لايسنس قال لك الامريكا مش زينا بقى قال لها لا ده مصر بتدرب بتدرب في مصر بتحس مصر بتحس مصر ده ايه؟ طب هتبوله وتروح من المستشفى مش هتعرف حاطط لك ساعه سنين ده ازاي انت ما عرفتش لايسنس تكتب عليها ولا هو ايه طب يا باشا قلنا كام سايكل كده قلنا كام سايكل اربعه على فكره انت قلت كلمه تلف يطلع منها ثلاثه تعرف تقول الثلاثه اللي طلعوا كلمه تلف دول؟ راديو راديو اللي هو وصل الخوف يعني راديو اللي طب الايدي ايه؟ اندكشن ولا انهبيشن؟ المره دي اندكشن الاف دي في لو لايك سيرفر على فكره احنا سيبنا واحده بس اللي هي هيباتو سيستم يعني هو اخر السنه بيطلب منا الثلاثه كفايه واحده كده مش مهم مش مهم مش مهم محدش يطلب كده قلت الاثنين المهمين طلع بينهم فروقات بقى يا بطل على مين كده طلع فروقات ما بين الاثنين اللي بقى كله اي كلام اللي هقوله ده كله اي كلام في ده اسمه اي كلام كده اسمه كده اسمه اي كلام اسمه ايثامبيوتول الايثامبيوتول بيعمل انهبيشن للبكتيريا بنظريه السيلو بيضرب انزيم مش مهم اسمه ارابينوزايف ترانسفيريز اللي عايز يعرفه يعرف الدواء بيضرب انزيم مهم لتكوين السيلو اسمه ارابينوزايف ترانسفيريز حلو كده؟ طب ولما يضرب سيلو يبقى سايتر ولا استاتيك؟ يضرب
داخل بذمتين زي ما عم يضرب سيل واجب اي مفروض اي هنس. انما الكتاب كثير لقيت مش الكتاب يعني الكتب العالميه كلها كانت بتستهلك استاتيك الزيت كانت بتضرب سيل واجب يعني بتخلي البكتيريا تخلع. بيقول لك والله ما نعرف. طب واحد قال ما يكونش في سيل واجب قال كلمه يكونش على حاجه ثانيه على الميتابوليزم. في كتب كاتبه انه شغال على الميتابوليزم. في كتب ثالثه كاتبه انه شغال على خارج دي ودي يعني الميكانيزم انكلي عشان بس ما تتلخبطش. احنا كاتبين سيل وول لكن في الحقيقه هاويفر ده اكزاكت ميكانيزم از ان فان كده يعني مش واضح. لانه لو كانت بجد سيل وول لو كانت بجد يبقى كانت بتسيطر مش استنى. ما يميز الايثر بيوتول ان هو ما بيحصلوش ريزيستنس يعني البكتيريا تفضل تدي الدواء ده سنتين والبكتيريا ما بتاخدش منه ريزيستنس. عارف ليه؟ لان الميكانيزم ان كلير. ما البكتيريا لو تعرف الميكانيزم كانت خدت منه ريزيستنس. ما هي البكتيريا لو عرفت الميكانيزم ما تطفش منه. بتقول لك هو مثلا شغال على سيل وول طب انا هعمل حاجه في السيل وول شغال على مي بتاع ده رايبوزوم هعمل حاجه في الرايبوزوم. هي مش عارفه شغال ازاي عشان كده ما بتاخدش منه حاجه. ماشي يا باشا. تاني حاجه الستات الحوامل الدواء ده امن على الحمل ما بيعملش من تشوهات في الجنين. وده من الادويه المهمه جدا. الدواء ده بقى طبعا بتاع تي بي ما هو خلاص ما هو دواء الادويه اسمها انتي بيرتس. عمر ما في حد ما في منتحر لك استخدامات واحده فيهم هم كلهم انتي بي. انما هقول لك يعني ما يميزه ايه؟ ما يميزه ان هو ما بيحصلوش ريزيستنس انه قامت في الحمل. ثلاثه انه بيعمل فيجوال ديستربنس الادفيرس افكتس بتاعته بيعمل مشكله في الرؤيه. تلاقي العيال اللي بياخد ايثابيتول مش شايف كويس عنده فيلد افكت يعني يبص لك وفي حته في الرؤيه ناقصه. يقول لك يا دكتور انا بتفرج على التلفزيون ما بشوفش الجنب اليمين. اقول طب انت عارف انت عينك كده ما فيش مشكله انا لازم اعمل ايه؟ عارف يبص البطه عمال يبص لان عينه مش قادره تجيب الفيلد كله هو اضطر يمشي يحرك عينه. او ساعات يعمل عمى الوان. الدواء ده بيعمل لك عمى الوان على فكره يخليك ما تشوفش الاخضر والاحمر. لا بيرسم حصل حصل يا احمد الاخضر والاحمر ما تشوفهمش. هيجي لك اخر السنه يقول لك قول لي الادويه اللي بتعمل كلر ادويه اللي بتاثر على الكلر ديفيسز اللي هي المعهد المعهد الصحي معهد صحي طلبه يعني المعهد الصحي دول مش عايز اقول لك يا باشا ما بتكتبش اسمهم والله والله بكتب اقسم بالله ما بتعرفش تكتب اسمهم بالعربي. دلوقتي تكتب مثلا حماده اقول له انا كتبت انت مش بتعرف تعمل ولا بتعرف شايف حماده كده اقول له لا حماده بالالف ما اعرفش المهم يعني انت ما تعرفش حاجه. قال لي اسمع كل البعض حافظ سيلفا مش عارف سيلفا لا ما اعرفش استاذ والله. طب سيلفا بيعمل بلو فيجن صح؟ طب الدواء الثاني ديجيتال بيعمل ايه؟ يلو فيجن. والدواء ده بيعمل كارو ار ريد وجرين بقى ريد وجرين يبوظوا مع بعض ما تشوفش ده عمل واحد وصل لك عمل واحد. يبقى ده تالت دواء بيعمل كلر ديفيجن اخر السنه وقال لك كل ثلاث ادويه بتاثر على الالوان. كل واحد يخليك تشوف ازرق والثاني يخليك تشوف اصفر والتاني خليك في النص يبهدل لك الاخضر والاحمر مع بعض. ماشي يا باشا. الدواء ده ساعات يعمل هايبر يوريسيميا هايبر بالمناسبه اذا الدواء ده عمل فيجوال ديستربنس لازم توقفه فورا. يعني العيان جاي يقول لك يا دكتور قعدت بشوف الرؤيه ناقصه او عندي مشكله او الالوان لازم توقف الدواء. لو استمرت على اعطاء الدواء تبقى بيرمى هي الاول نجاسه. لو استمرت لازم توقف الدواء. ساعات بيعمل هايبر يوريسيميا بيقلل اليوريك اسيد اكسكريشن. ممكن اخر السنه يقول لك كل الادويه اللي بتعمل هايبر يوريسيميا. تسمع عن دواء دواء غيره بيعمل هايبر يوريسيميا؟ الدايوريتكس بلاش لوب يعني قول لها الدايوريتكس بتعمل هايبر يوريسيميا. وادي ثاني دواء بيعمل هايبر يوريسيميا. اللي بعده مش عايزينه اسمه بايرزينامايد. عايز اسمه بس اسمه فقط بايرزينامايد كاسم تبقى عارف انه من ضمن الفيرست لاين مش عايزين تفاصيل عنه. اللي بعده اسمه ايه؟ السكند لاين ستريبتومايسين. من عيله ايه الستريبتومايسين؟ الراجل ما قالش حاجه غير انه امينو جلايكوزات وعنده نيكروتوكسيس ما قالش حاجه ما قالش حاجه عنه يعني. طيب السكند لاين مش عايزينه عايز اللي عايز يعرف اسم واحد فيهم يعرف اسم واحد بس اسمه اول واحد اسمه بارا امينو ساليزيليك اسيد. ايه اللي عايز يعرف؟ اللي مش عايز خلاص يا باشا هتيجي اخر السنه ما انتش قادر تذاكر ذاكر لي الدوائين اللي في الاول بس ريب امبيزين واي ان اتش هم دول اهم حاجه عندي. الباقي ده كله من يعني اي كلام. البارا امينو ساليسيليك بيموت البكتيريا بنظريه الفوليك اسيد. فاكر حاجه اسمها بارا امينو بنزويك اسيد؟ فاكر حاجه اسمها سلفون امينو؟ اللي كانت بتدخل تعمل
الكومبينيشن مع البارا اماين وبنزول كاسيت وتمنع تكوين حاجه اسمها فوليك اسيد اهو الدواء اللي اسمه بارا اماين وساليسيليك برضه بيمنع الفوليك اسيد بس المره دي في الدي بي مش في البكتيريا العاديه ومش هنتكلم عنه ومحدش هيبقى كسبته ولا طول السؤال بقى اللي بعد كده اللي هو الريجيمين اللي اتكلمت عليه سؤال مهم ده سؤال جوزها اللي فات الريجيمين اللي هو العيان يتعالج ازاي مرضى الدي بي مرضى الدي بي يا باشا اذا كان اكتف تي بي تعرفوا الاكتف تي بي ازاي عيان جاي يكح كويس طب ما انا لو الناس كلها بتكح في الشوارع عليها هتعمل اكس راي مش لازم الاكس راي تبقى هتعمل تي بي بلد تيست بيحصل بتبقى بوزيتيف عند ناس كتير كلمه واحده من هنا لاخر العمر لو سمعتها تشوف التي بي حاجه اسمها نايت نايت فيفر ونايت يسخن ويعرق كلمه ده تشكك في تي بي ده يبقى اكتف بقى ده يتعالج باربع شهور باربع ادويه اول اربع شهور يترزع اربع ادويه مع بعض طب هم كانوا خمس ادويه كانوا ريسبي اذا عايز تطير منهم واحد تطير مين هم خمس ادويه بتوع تي بي اسمهم فيرست لايت انا عايز ادي العيان اربعه منهم مع بعض تحب تطير مين فيهم يعني الريفامبيسين بيعمل هيباتوتوكسيستي الايزونايزايد نيورو وهيباتو الاستريبتومايسين ده كان بيعمل تبعيه الامينو جلوتاتات نيفروتوكسيستي ووتوكسيستي بينه وبينك اسوأهم الاستريبتومايسين اسوأهم فاذا انت عايز تطير واحد من اربعه طير الاستريبتومايسين ادي كلمه ريسبي بس بلاش الاس دي يعني ادي العيانين ماشي اربع شهور على اربعه دول ريفامبيسين ايزامبيدول بايزنامايد طيرناش اديهم لمده اربع شهور العيان بعد اربع شهور بيتعالج هكمل ست شهور بدوايين طب اذا عايز طير تدي دوايين وتطير ثلاثه تطير مين؟ اللي هو ست شهور التانيين بقى لهم السكند فيز انا هدي ريفامبيسين واي ان اتش اللي هم اهم اثنين واطير الثلاثه الباقيين يبقى تاني كده انا عندي خمس ادويه العيان بيجي لنا اول اربع شهور بندي له اربعه من خمسه طب مين اللي طار؟ ستريبتومايسيس طب تاني ست شهور بدي له دوايين من خمسه طب مين الثلاثه اللي طاروا؟ بلاش مين الثلاثه مين يعني هدي ريفامبيسين واي ان اتش دول المهمين بالنسبه لي اذا كان ليتنت تي بي ليتنت يعني ايه بقى؟ ليتنت يعني العيان عنده هو مش عيان هو دكتور مثلا عنده امراض صدريه وكل ما يجيش حالات عندي كح في وشه كل مره عندي كح في وشه مره من المرات شك في نفسه هو ما عندوش حاجه بس قلقان راح يعمل تيوبر كل الابوزيتيف بوزيتيف تيوبر كلين وانا بشتغل في مرضى في مستشفى امراض الصدريه يبقى ده اكيد عنده هنا دي بس لسه ما ظهرش عليه بيسموها ليتنت تي بي اللي لسه ما ظهرش بقى ده هياخد ست شهور ايزولايزر ست شهور اي ان اتش لوحده كده او تعمل كومباينيشن لمده ثلاث شهور ولسه هو لسه اصلا المرض ما ظهرش عليه اديله قبل ما المرض يظهر عليه طيب تي بي مننجايتس واحد حصل له تي بي في المننجيتس هديله انتي تيوبركلس بس ازود معاها استيرويد اكتب جنبها تو بريفنت مننجيال اديجن تو بريفنت مننجيال اديجن اللي هي تي بي مننجايتس تحت حلو كده؟ طيب واحدة حامل جالها تي بي تعمل فيها ايه؟ هتقول لي طب يقول انا موافق بس انا قلت لك في اول القاعدة نيفر تريت ذا بيشنت باي سنجل دراج هي تاخد ايثم بيقول اه بس معاها كومباينيشن طب لو انت عايز تطير واحد من خمسة الست الحامل مين اكتر واحد انت خايف منه؟ هما كلهم ما اقدرش اقول انه هو الوحيد اللي امن الايثم بيقول بس الوحيد اللي كان بيعمل مشاكل وانا متاكد وكان بيعمل كونجينيتال ديفنس اللي من عيله الامايدو جلايكوزايد طير ده واديها الاربعه الباقيين وانت ومصيبه عيان الليفر ديزيز بقى بنحتار في امره ليه بنحتار في امره؟ لان كل الادويه اللي على السبوره هي بكتوكس فبندي له اي دواء واجرب معاه اكيد بنجرب عارف اجرب معاه ايه بقى؟ ادي له الادويه وكل شهر اعمل له حاجه اسمها ليفر فانكشن اذا لقيت الليفر تدهور وابطل الادويه يعني انا وصيت انا بكتب الادويه وانا اكتب كده انا والعيان على الله اكتب كده هو بيشنت عم كاتب الامتحان قلت له كاتب بيشنت وذ ليفر ديزيز تحتها خط اكتب بالعربي انا والعيان على الله يعني احنا بندي الادويه واحنا مخصصين احنا ونصيبنا يعني فهتابع الليفر اشطب على الليفر اشطب على الليفر عايزين ليفر اشطب على ثم بعد ما اشطب لنا الحته
شايف حضرتك الصفحة اللي على اليمين دي اللي مكتوب فوقها انتي ريترو فايرال، العنوان ده كله مش عايز انتي ريترو فايرال، ده مش الصفحة يعني النص بس انتي ريترو فايرال مش شطر عليها مش عايزها. هو ريترو فايرال اللي هو ايه؟ ما عندناش في مصر ايدز غير واحد. كنت انا بغير على مستشفى الجامعة انا كنت في الامتياز كنت بحب الجراحة كنت بروح في الجراحة ساعات كنت ساعات في الجراحة كنت بروح يا باشا ايه نيجي ده اغير العيانين من غير ما يقولوا قام في نايب كده لاقيه قال لي انت باين عليك يا واد معلم قلت له اه قال لي بيجي منك اه والله بيجي مني بس فنان قال لي شكل عندك ده اهو موظف يغير عليه يوميا عندك كومبليكيتد وانت الوحيد اللي ما درستش حتى غير عليك يوميا لمده اسبوع لحد ما قلت له انت ايه اللي قال لك قلت له يا باشا انت فلان ده خدمني ولا ده يعني انت عيان ده عنده ايدز واحنا كلنا بنخاف نغير عليه عشان كده عمال بضمير قوي وعشان كده الناس بتاع الجراحه اللي شفنا بحبك يعني مش بس كده تعال على الصفحه دي بقى تعال على صفحه الفيروسات اللي هي الصفحه على الشمال كل فيروس من ده فوجئت ان الحصه اللي قبلكم انا عايز اسم الفيروس اسم الدواء والفيروس اللي معلمه والله اللي قبلكم سمعوه بتاع ده انا مش عايز الكلام اللي لك ده انا عايز عشان ام سي كيو بس الصفحه الاول اللي معايا كده في ام سي كيو او الخط العريض دي مش ريد اسايكلوبين يعني ايه حضرتك خلاص طب وجان سايكلوبين سايتو ميجالو على فكره ده ام سي كيو كل ده ام سي كيو ايوه بس ده كل ليبروس ميموري ده اللي اه مش انا اللي غير محمد ده الاسم مش مخصص ده ما بيتمش حتى انا بسال الرئيس الاسم دوبا ما كسبش كلمه الرئيس كسبها ما كسبش كلمه بس هو مش هيطلع بتاع بقول له ليه مش مهم قال لي لا قلت له اول مره في حياتك تقول لي حاجه مش مهمه يعني انت عمرك ما عملت ايه قال لي لا هو مهم يبقى اقول له بس يبقى اقول بقول لهم اسماء الاولياء قلت له يا باشا اسماء محمد وسيم قال لي قال لي اقفل وقتك اما انت مين ده بتاع ايه؟ لا هو بتاع باركنسونيزم اه عارف ازاي بعالج باركنسونيزم ازاي؟ اما انت مين بعالج باركنسونيزم ازاي؟ كان بيزود الدوبامين ليفل بانون ميكانيز بس هو المره دي بتاع انفلونزا بقى انفلونزا ريبافايرين بتاع حاجه اسمها ريسبيراتوري سينسيتيال فايروس سمعتوا عنه؟ لا المجموعه اللي قبلكم ما سمعتش عنها قالوا ما سمعناش عن حاجه اسمها ريسبيراتوري سينسيتيال فايروس طيب سمعوا حاجه اسمها انفلونزا الطيور اسمها بيرد فلو عارف لما جه وباء انفلونزا الطيور من 3 4 سنين كنا بندي دواء اسمه اوسيل تاميفير اللي اسمه تامي فلو مش عايزين لنا ميكانيزمات ولا مين انا عايز بس اسم الدواء بعلي انا بقى خلاص كده يبقى اسم الدواء انتي فايروس بعلي يبقى الاوسل دواء اوسيل تامي فير اللي اسمه تامي فلو اكتب جنبها بيرد فلو تامي فلو بيرد فلو نيجي بقى للانتي هيباتايتس فايروس كلمتين على الانترفيرون كلمتين صغيره على الانترفيرون ده مهم تعالى مهم رهاب انتي هيباتايتس مهم الموضوع ده مهم وبيسالوا فيه خد يلا الانترفيرون انا هقول لكم معلومات انتوا عارفينها نص ثلاث ارباع اللي بياكل اكتر مني كمان ساعات بتركب مع سواق تاكسي تقول له حضرتك انا وديني كليه الطب تلاقي في نص السكه حضرتك دكتور تقول له اه يقول لك طب الانترفيرون ده اصلا اتش سي في وباخد انترفيرون بيقولوا يا دكتور انه ماليش لازمه اصله غالي مكتوب لي حقنه فانا بتكلفني وهمشي ست شهور وغالي الدواء ده له اي 30 لازمه نقول كلمتين عنه كده ما لنا وما ايه وما عليه الانترفيرون اصلا ماده طبيعيه في جسمك ولا لا طب واللي احنا من بره دي صنعناها ازاي متبرعين اوعى تكون متبرعين لا انا عملتها حاجه اسمها جينيتك زي ما عملت الانسولين كده وبتاخد حقن الحقنه بتتاخد تحت الجلد كل اسبوع مده العلاج ست شهور يعني اللي عايز تاخد انترفيرون نقول له حقنه اسبوعيا هو على فكره اسمه انترفيرون الف والتجاري عندك تحت اهو اسمه بيجاسيس الاسم التجاري بتاعه بندي حقنه تحت الجلد كل اسبوع لمده ست شهور بيعمل ايه بقى يا باشا؟ يقوم الانترفيرون راح الخلايا الكامل اللي فيها فيروس دلوقتي تشي سي في يقوم في ريسبتور على الخلايا الكامل كده يقوم الدواء الانترفيرون متحد بيها ويقوم داخل جوه خلايا الكامل يمنع حاجه اسمها ريبليكيشن اوف ذا فيروس ريبليكيشن هو النسخ الفيروس ما بيعرفش ينسخ نفسه مش بس كده بعد ما يمنع النسخ يقوم مولع في البيت واللي فيه يقوم يموت
الخليه قبل ما ايه يا شباب اسمعوا معايا الدواء ده انترفيرون هو اسمه انترفيرون لانه انترفير وذ ريبليكيشن هم سموه انترفيرون يا جماعه الدكتوره فريده ساعات في الشفا قلت لكم ليه سموه انترفيرون كلها بيكوز ات انترفيرز وذ فايرال ريبليكيشن وكمان بيعمل ابوبتوزس للفايرال انفكتد سيل يعني خلي الخليه تموت ماشي عيوبه بقى عيوب الدواء اول عيب من عيوبه انه بيعمل فلورا اكسبتو فلورا جالس انزيم اللي هي زي اعراض زي الانفلونزا مصل بين وفكيك وفيبر اثنين بيعمل بون مارو ديبريشن يكاد يكون في كل الناس بيحصل لهم بون مارو ديبريشن نيوتروبيني طب وحلها ايه نوقف الدواء انا بقول لك ان الانترفيرون هيعمل بون مارو ديبريشن في 100% من الناس يعني اللي هياخده هيحصل طب ما هو لو انا كان حلها بطل الدواء طب ما انا كان بطلته بقى ما هو هيعمل لا انا بدي حقنه حقنه غاليه كان اسمها جرانيولوسايت بس علاجها معروف النيوتروبينيا هتحصل وعلاجها معروف ثلاثه الدواء بيعمل نيوروسايكياتريك ديسوردر بيعمل ديبريشن بالمناسبه الدواء ساعات بيعمل سيفير ديبريشن لدرجه ان احنا بقى ساعات بنبطل الدواء عشان الديبريشن اللي بيعمل يعني انا ما بطلتش الدواء عشان البومر ديبريشن انا بطلته عشان الديبريشن اللي بجد ان عندي ساعات بقوم قافل على نفسي الباب واقول خلاص بقى انا حياتي انتهت سيب دقنه سيب تليفون وسط انا مش عايز اغيرها وانت بتغير بجنب يقول لك لا ممكن اقول ده ميت 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 اغير ليه؟ ده كفن سيبوني انا اول ما تلاقيه كده يعني انا بطل ساعات بعمل سايكوز فهاد تخيل مش عارف يجيله خيال يبطل الدواء على فكره لو قلت كلمه بون يطلع السايد افكت معظمها يعني بون اه عايز ازود لك كلمه اوستيوبوروزس مع كلمه بون مارو ديبريشن كان جنبها اوستيوبوروز هشاشه في العظم بيعمل هشاشه في العظم مهم قول كلمه بون بقى وخلاص مش هو بيعمل حاجات في البون اهو طلع من دي ثلاثه سايد افكت هو بيعمل مشاكل في العظم طلع لها ثلاثه سايد افكت كده هذا البي بون مارو ديبريشن طب الاو يبقى حتى العظم اهو بون مارو اوستيوبوروز طب الام نيورو توكسيستي الاي ما لهاش اي 30 لازمه هيقول لك ميكانيزم اند سايد افكت هي خلاص اللي بعده الادويه اللي بعدها بقى اشتغالات اكتب اشتغالات اكتب كده اشتغالات انا طول اشتغالها وسببها ايه واللي طلعها ايه في ناس بيقول اه على فكره الادويه اللي بعدها مين اللي ذاكرها؟ انت ذاكر كلكم هتذاكروا انت تذكرهم انا نسال فيه مين بقى اللي ذاكر الادويه اللي بعدها الناس اللي بتخاف على ربع درجه في ناس بيحصل لها كوابيس قبل ما نص درجه او ربع درجه يقول لك ايه؟ اصحاب النوم صرخ انا ما بقدر بقى اللي حصل انت جبت 8:30 يا يابا طب ليه كل ده مالك يا حبيبي لا ونص لا في بيتك دي مصيبه عايز نفسيه اخد النوعيه دي اللي ترى كده اربع دول جايين دول في ده اسمه لامي بايودين بتاع اتش بي في بس يا شباب لامي بايودين بتاع اتش بي في هيباتايتس بي فايروس سمعتوا بقى عن دواء اسمه سوبالدي ايه بقى السوبالدي اسمه العلمي سوبوسكوفير اللي هو تاني واحد اسمه سوبالدي اللي هو ب 22000 جنيه و 30000 جنيه اللي عامله شركه اسرائيليه شركه اسرائيليه اسمها جلعاد اللي عامله هو ايطالي بس هو شركه اسرائيليه هم قالوا ايطاليا اللي عاملاه ومش عارف ايه ومصر عماله تستورد منه مش كلها كده يا باشا الكورس بتاعه ب 22 و 30000 جنيه فصرفنا مصاريف بالهبل وكانوا بيقولوا الدواء ده بيجيب نتيجه في ايه؟ 95% من الناس اتكشفوا بعد شويه واتكشف ان الدواء ما بيعملش حاجه وبيعمل سرطان في الكبد كمان فالشركه دي العاده قالوا طب ما تشعلوش المصريين هنعمل لكم دواء تاني اسمه ايه؟ البس التاني اسمه البس بير البس هو اسمه كده البس بتاع التاني اسمه ايه؟ جراز بريبير مش كده؟ جراز سيبك من جراز بريبير التاني اسمه ايه؟ البس نفس الشركه يعني لبستنا الاولاني قبل ما اكتشفنا طب البس التاني اهو ده لسه نازل جديد اهو ظبط صحابك ايه منعت الوقت السبوسبير اللي هو السوفالدي وبدات تجيب قلب طب ما من اسمه من اسمه عن اسمه يعني هو اسمه يعني مش عايزين بقى ميكانيزمات ولا ايه عايزك بس لو حد سالك في الشفا الادويه دي فعلا هل زي ما هم بيقولوا بتعالج الناس دي كلها اشتغالات لان الراجل في الكتاب اهو في اخر سطر كاتب ايه زي ذا افكتفنس مش كده؟ قال ذا افكتفنس اوف سوفالدي والتاني اللي بعده قال ايه في اخر السطر؟ يعني اندر كارنت انفستيجيشن هم بيقولوا
وقول له يا باشا قول له انت بقى ما تشيرش على الفيسبوك بقى اعلان لشركه ايه في العاد اللي قصدي ايه اللي هو سوبالدي ب 95% بيور تقوم انت مشيرها على الفيسبوك يا باشا سيكونتي الكتب دي كلها بتنفع هم ولسه والكلام اللي بعده شوف بقى الكلام اللي بعده يعني بيننا وبين بعض كده عشان لو حد سالك في الشافوي مرضى الكبد اللي عندهم اتش سي بي لو خد انترفيرون لوحده يتعالج بنسبه كام في الميه؟ سواق التاكسي اللي سالك وانت راكب جنبه بيقول لك انا باخد انترفيرون يا دكتور هو بيعالج تقول له ايه؟ قول له بيعالج الناس بنسبه 15% يعني في من كل 100 واحد 15 واحد بيعالج وفي 85 ما يتعالجوش اول اول معلومه تاني معلومه لو الانترفيرون اتاخد مع دواء من اللي انت شايفه من فوق اللي هو كان شركه بتاخد 95% ده لو الانترفيرون اتاخد مع دواء فوق اقصى حاجه احنا بنديها 50% كيور ريت 50% من كل 100 جاب ده لو انترفيرون اتاخد مع الدواء اللي اسمه سوبالدي اصلا يبقى ما تحلمش باكتر من 50% كيور ريت هما بقى الشركه بتقول لك ده 95% كيور ريت يا دول اشتغلوا ده ولا لا يا باشا احلى اشتغالات في الدنيا ده كلنا احنا دوكس يعني احنا شعوب لسه ما وصلناش لمرحله يعني فاضل لنا شويه من احلى بس خد شغل مهم احمر يعني زي ما في درجه كويسه بعد الاحمر بقى على بني ادم عايز فطبعا هو يقدر الشركه دي تودي السبوس بوريس وادي امريكا شركه تلعبني يا باشا يضربهم يا باشا يعلقهم في ميدان عام هم بعتوا مصر والهند وبنجلاديش اللي هم ده طيب الفيروس اللي عايز الفيروس كم نوع؟ الجينوتايب كم نوع؟ قالوا لكم في المايك كم نوع؟ جينوتايب 1 2 3 4 5 اللي في مصر اغلى اللي في مصر ارخم واغلى اللي هو جينوتايب 4 اللي ما بيتعالجش جينوتايب 4 ولا بالطب للبلدي وعشان انت لو حظك حلو انت عايز لغايه مده سنه جينوتايب 2 و3 ده في اوروبا دي بتعالج يعني بيقول لك الفيروس بيتعالج ان شاء الله بتنقل العيال بس كل شويه ايه اسم الله عليه يكون الفيروس غير اوروبا اللي هو جينوتايب 2 و3 العادي الولاد اللي في اوروبا مثلا في الدنمارك جالوا اتش سي بي فانت تقول ايه؟ اسم الله عليك يا حبيبي انت لا 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 بعد الشر عليك تقول فيروس رهيب اللي في مصر ده وعلى اقصى تقدير محتاج ست شهور علاج على اقصى تقدير وبتعالجه بيتعالج كومبليتلي انما اللي في مصر ياخد سنه علاج واقصى حاجه تحلم بيها 50% ريسبونس اقصى حاجه مش بس كده لا ده حاجه بقى 50% من اللي بيتعالج صدوا ريلاكس الريسبونس عندنا اسمها اس في ار اس في ار خدتها في المايكرو كلمه اس في ار اس في ار عارف اختصار كلمه ايه؟ اختصار كلمه سستين فيرولوجيك ريسبونس الكلمه دي خدتها في المايكرو سستين فيرولوجيك ريسبونس يعني الدواء ما تقولش ان دواء عليك دي من غير ما تقول الكلمه دي يعني ايه سستين فيرولوجيك ريسبونس؟ سستين يعني ايه؟ انت اديتني دواء يا فرحتي بيك اما تديني دواء والفيروس ما عادش موجود في دمي وتقول الله مبروك الف مبروك لا لسه امتى تقول ان انا اتعالجت؟ لما اقعد سنه واثنين والفيروس ما يرجع ليه دي اسمها اس في ار سستند بيولوجي ريسبونس انما تديني دواء طب ما الشركه عارف الشركه الايطاليه دي اللي الاسرائيليه عملت ايه؟ كانت بتدي دواء للناس يوم يضيع الفيروس لما كده تروح اشوفه 95% انما اول ما يبطل الدواء الفيروس يرجع فلا كلمه عشان يتعالج اسمها سستند بيولوجي ريسبونس ماشي الحال؟ مين احسن ناس تتعالج؟ اما يكون صغير في السن الكبير ما يتعالجش طب تفتكروا مين احسن في العلاج رجاله ولا ستات؟ هنا بقى كوسه الستات بيتعالجوا احسن من الرجاله ما تفهمش كده مع ان الليبر واحد والفيروس واحد السؤال بقى دلوقتي لما هو الفيروس واحد يعني واحده اتعدت من جوزها او هو اتعدى منها اهو الفيروس واحد والكبد واحد يعني مشكلة يا مؤمن انما دي تتعالج ولا لا؟ عنده نظر لا دي اسمها ايه بقى؟ الكوسه حتى في الملوكلر بيولوجي في كوسه في الملوكلر بيولوجي ده كوسه الحاجه الثانيه البيض البيض يتعالج احسن من الصوم كوسه ما تفهمش ليه؟ كل ما تقلل بشرتك فاتحه الريسبونس حلو كل ما تقلل بشرتك غامقه الريسبونس مش قد كده طب مين بقى اكتر ناس هيلبسوا في شجره؟ افرق وتعالجوه ما شاء الله لا ده ما فيش حاجه هو بيقول لك ايه اما تقرا شفتها غلط ايه في غلط ده مش غالي ده مش هيتعالج ده ملوش حل عندنا اما يحصل في الروزس يبقى العلاج اصعب بس يعني دي كلها ملاحظه عارف الكلام ده كله بتكتب عليه ايه تحت عنوان ايه ده ما يجيلكش ده يجيلك ام سي كيو
يغلطك في جمله من دي. يقول لك البيض السود بيتعب احسن من البيض. قول له اسف الوايت احسن. افتكر دايما ان في كوسه في الموضوع، الستات احسن والبيض احسن، يعني الست احسن والست المفروض بيضاء احسن.